صباح الخير. النهاردة هحكي لكم حكاية حلوة كده، لذيذة خفيفة. هي مش بتاعتي أنا، كنت مرة قريتها من فترة على الإنترنت. القصة بتقول إنه في مجموعة من الخريجين اتفقوا إن هم يروحوا يزوروا أستاذهم في بيته. يعني الأستاذ علمهم في الكلية وهم اتخرجوا على إيده، وبالتالي رايحين يودوه، يعني نوع من الود يعني. فالأستاذ أخباركم إيه يا جماعة؟ ابتدوا مثلا، هم مثلا 15 واحد، كل واحد ابتدى إيه يحكي في قصة. والله أنا اشتغلت في الحتة الفلانية ومبسوط، والله مش قوي. التاني والله أنا اشتغلت في الحتة الفلانية مبسوط جدا. انت لا والله ما اشتغلتش، انت والله انا بساعد والدي، وهكذا. كل واحد وواحدة في مجاله هو راح عمل ايه يعني. فقال لهم طب ايه، خليكم شوية كده، هعمل لكم ايه كل واحد كده مشروب معين يعني. الراجل لطيف راح جاب كوبايات كده زي اللي انا بشرب فيها ديت، اللي هي صيني، ما انت شايف فيها حاجة، مج بقى وكوباية وحركات من الحلوة ديت، أشكال وألوان وأنواع. والمساعد بتاعه إيه عمل لهم كلهم هوت شوكولت أو شوكولاتة باللبن سخنة، وراح إيه حاطط الشوكولاتة باللبن ديت في المجات اللي شكلها مختلف جداً. اتفضل يا فلان، اتفضل يا علان. ابتدوا يشربوا ولاحظ هو ان كل واحد عينه على المج بتاع التاني، عايز يشوف يعني هو ده اداله ايه يعني. ها ايه انت، ايه الاخبار، مشروب بتاعك والله كويس قوي، ايه اخبار مشروب. هما مش عارفين ان هما كلهم بيشربوا نفس المشروب. الخلاصة أو المورال من القصة أو الشاهد من القصة إنه هو اللي حكاله على مشاكل حياته، هو اداله حاجة، واللي قال له أنا اشتغلت ومبسوط اداله حاجة، وهكذا. هو احنا كلنا واخدين نفس الحاجة، هو قال لهم كده في الآخر، انتوا كلكم تشربوا نفس المشروب، انتوا بس ده كده هو اللي انت محليه أو مش محليه. هو انت اتحط هو في وعاء شكله حلو، فانت حسيت ان هو كويس، حسيت ان هو حلو، انما هو زيك زي غيرك، كلنا واخدين نفس هذه الحياة. فضلوا معايا قهوة. فهي نفس الحكاية يعني، هو ما عندوش، هو نفس الحياة بمعطياتها ربنا سبحانه وتعالى موزعها على كافة البشر بحلوها بمرها، بس هذا القالب هو المشكل، انه هي في حد عرف يشتري له مج حلو، وحد فشل في انه يشتري مج كويس. فبالتالي اللي اشترى مج حلو هو بمعنى اخر ابسط، هو حط حياته في القالب اللي بيحبه. التاني مش عارف، لسه ما استقرش، مش عارف، طمعان في مج احسن، يجي ينزل يشتري مج يقول لك لا انا مش هاخد ده دلوقتي، انا مستني واحد احلى. يجي يشتري مج تاني يوم الصبح يلاقي مج في الحتة الفلانية يروح رايح شاريه. هو يعتقد ان يعني، هل المج بيغير طعم القهوة؟ ابدا، هو طعم القهوة هو طعم القهوة. فاقبل حياتك، وانت اللي هتجملها، وانت اللي هتجيب لها المج الحلو اللي هو يخليك تحس انها حلوة، لانك انت بقبولك للاشياء ورضاك عنها ورضاك بنعم ربنا الكتيرة عليك اللي هو ما بنعرفش نعدها كلنا، واحنا معترفين ان احنا ما بنعرفش نعدها، هي موجودة وحلوة، انت بس عايز تستطعمها شوية. استطعمها، المج مش هيحليها يا جماعة. فده القصة اللي انا حبيت اشارككم فيها، وارجو انها تكون عجبتكم، وشكرا لكم مرة تانية.